السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا رأيت ألوان الحياة مختزلة في الأبيض والأسود، فاعلم أنك المخطئ، ولا تلق باللوم على الحياة وألوانها. لا تعلق بناء حياتك على أمنية غير محددة المعالم، فهذا لن يعود عليك بخير. الجميع يبحثون عن السعادة ويجهلون أنها تتواجد حولهم في كل مكان عبر الأشياء البسيطة. أصحاب اليقين وأولو العزم هم من يلقون الحياة بما في أنفسهم من رحابة قبل أن تلقاهم بما فيها من عنت. لا تدع لسانك يشارك عينك عند انتقاد عيوب الآخرين، فلا تنس أنهم مثلك لهم عيون وألسن. من ركب الحق غلب الخلق، لا يباع الحطب قبل قطعه، ولا يباع السمك في البحيرة. عندما يمشي الكسل في الطريق، فلا بد أن يلحق به الفقر. أموت محبوبا، خير لي من أن أعيش مكروها. إذا أردت أن تحتفظ بصديق، فكن أنت أولا صديق. طعنة العدو تدمي الجسد، وطعنة الصديق تدمي القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.